انتشر مقطع فيديو يظهر قائد مركبة وهو يقوم بغسل أسده المفترس في حوض فوق مركبته في السعودية. المقطع أثار استغراب العديد من الناس متسائلين عن قانونية ما قام به هذا الرجل. ونغسل الأسد غسيل بستر. في كذا شيء زي كذا ما في حداكم حد أحد يسوي اللي سويته. غسيل الحين يطلع أسد وكاره.